كيفكم؟ أنا نانا، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد في روبلوكس. بخلي ماما تختار لي شخصية، بس قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات والكومنت، ويلا نبدأ الفيديو. ماما أول شيء إيش بتختارين؟ هذا حلو؟ أوكي، لون البشرة حلو. الحين دور الشعر، أي شعر بتختارين؟ أي واحد؟ هذا؟ أوكي حلو؟ حلو، في كمان تحت هذا، في كمان مرة في شعر وردي، تبي تشوفينه؟ هذا هو، شوفي حلو هذا. أوكي الحين الفيس، اختاري وجه دي اللي تحت كمان، في مرة شوفي إذا في فيس عجبك. هذا هذا حلو. اوكي الحين الملابس، تبي اي قبعة من هنا؟ لا. اوكي الحين دور الملابس، القميص، اختاري قميص هذا. اوكي الحين دور البنطلون، اختاري بنطلون، اي بنطلون هذا. هذا حلو، أي واحد؟ في كمان هذا هنا، هذا شوفي هذا يمكن يعجبك. حلو؟ لا اختاري في كمان هذا ولا هذا. هذا حلو خلاص. أوكي هنا الحين دور يعني الحركات، ايش بتختارين؟ الاي دي كيف مثلا؟ كيف تتمشين؟ ايش تختاري؟ تبين هذا؟ هذا؟ اوكي الحين يوم تكوني تتمشي ايش تبين؟ هذا ولا هذا؟ اي واحد حلو هذا. اوكي الحين وقت تكوني تركضين ايش بتختاري؟ شوفي كذا ولا كذا، تبي تركضي كذا؟ اوكي الحين وقت تنطين كيف تبي تنطي؟ باي طريقة اختاري؟ كذا ولا كذا؟ اختاري كذا. اوكي الحين وقت تكوني مثلا علقتي ايش تبي تختاري؟ تكوني باي طريقة؟ هذا ولا هذا؟ هذا. اوكي الحين وقت تكوني تتسلقين شيء باللعبة كيف تبين الطريقة؟ كذا او كذا؟ كيف كذا؟ اوكي الحين اخر شيء وقت تبي تكوني تسبحين، الطريقة اللي تبي تسبحي فيها كيف؟ كذا او كذا؟ اختاري كذا. اوكي الحين اخر شيء وهو الحركات اللي تكون مثلا جالسة تسويها باللعبة، تكوني اي واحد تبين؟ هذا. في مرة اي واحد؟ هذا او هذا او كذا، يعني مستغربة ايش اي واحد؟ وين هذا او هذا او هذا؟ اي واحد خلاص هذا. كلهم شكلهم حلو، وهذا زي مستغربة اني واحد. اختاري في مرة حلو، اخترتي هذا. اوكي حلو، وبس هذه الشخصية اللي سوتها ماما. اعطوني رأيكم في التعليقات، ومع السلامة اصدقائي. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات والكومنت. مع السلامة.